Thank you.
يا فاتك الرحيم الذي انت مبارك الله ومعرفك تزيد والصالح والمحيي الان وكل اوان والى ذل الدارين.
رسولك المكرم وهذا ما في هذا الناس قدر رسولك المكرم محولا من الماضي روح المقدوس لكي يكون اجدنا ولينا الى
أنت مبارك ما هو معروفك فيه الصرف والمحتلال والسلام وإلى غير التائهين. ولا عدم تقييم الدور
خبرته مع المسيح يسوع وبيقول في الجملة الثالثة عن المسيح يسوع، بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بظلمه. يعني عليك عن المسيح يسوع تختبره يعرفه بقوة قيامته ومشاركة آلامه. احنا كثير سنوات بنحب انه نختبر المسيح يسوع، بنحب انه نختبر ربي الهي وفضلته، ولكن بنحب نختبره بقوة قيامته. الوجه الإيجابي للإسلام، السهل في الإسلام، الليل في الإسلام. أما بولس الرسول فاعبدوه بقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بالموت. يعني بولس الرسول عبدوه أنه هو السفر نفسه من يسوع المسيح في عظمه فجده، وايضا وهو مرفوعا دائما على الصراط. اكثر من هيك يقول الرسول يوم الراحلة بالمسيح يسوع وخاصة من الأيام الصعبة.
صليب المرض والقرار مني أن أحمله مع المسيح يسوع، أن أشارك بآلام المسيح يسوع. في عنا كمان الظروف الصعبة اللي بنمر فيها، هدل هذا كل واحد فينا إنه يتحملها، هدل هذا كل واحد فينا إنه يؤمن بهذا الصليب، كمان كل واحد فينا يشترك في طريق المسيح يسوع. خلينا نقول في شغلة إيجابية، أن أتعب في الخدمة هو صليب كمان من أجل المسيح. هذا الصليب كل واحد فينا يجي إذا ما بدنا نحكي عن الشغلات السلبية، إذا بدنا نحكي عن الشغلات الإيجابية، وأنا بدي أخدم، وأنا بدي أسلم، وأنا بدي أشارك، هو صليب اليوم مطلوب من كل واحد فينا لشركة آلام المسيح يسوع. ممكن نقول بين الإيجابيات كمان صليب القضاء. لما نحكي عن صليب القضاء عن الصبر، عن الصلاة، عن العفو، عن الطب، كلهم هذول قضاء الله فينا نحسنهم نحن لنشارك بهم آلام المسيح يسوع. يبقى في سؤال كثير، كيف يعني شو الطريقة اللي أنا فيني أن أحقق مطلوبات الله؟ شو الطريقة اللي أنا فيني أشارك بها آلام المسيح يسوع؟ شو الطريقة اللي أنا فيني تختبر فيها طريق المسيح يسوع؟ البعض في هذه الحياة للأسف يرفضون حمل الصليب، يعني البعض يقول لك أنا مسيحي صح، ولكن صعب علي إنه أنا أصوم، صعب علي إنه أنا أصلي، صعب علي إنه أنا أكتب، ليش أنا أختار لي رفض هذا المرض؟ ليش أنا أعمل معي هيك؟ ليش أنا أصوم هيك صعب؟ هذول رافضين في البعض الآخر بدرجات مختلفة يقبل صليب المسيح يسوع. أنا ماني عم خير، وإنما كل واحد فينا ممكن يحط ذاته حياته وتصرفاته أفكاره بضمن السلسلة هاي الجديدة. أحيانا كثير نقبل صليب المسيح يسوع، ولكن يكون عندنا بعض التذمر انه ما في حال انا لازم اتحمل ولازم اتحمل. وبلش يطلع على الاخر ويتذمر، هيك وكان ما عم بروح يصلي، وانا عم بروح صلي وعم بصير معي الموضوع عم بصير معه احسن. التذمر والتشكي اذا هي درجه من درجات القبول، ولكن بضل عندي هذا التذمر. في محل ثاني في أشخاص جداً صليب المسيح يسوع في الفقر، يعني هذا ما بتعرف ساكت أبلان وماشي وساكت، بعدين في منهم درجة أعلى يقبلوا صليب المسيح يسوع في ريما، يقولوا رب يا رب، يقولوا نشكر الله على كل شيء في ذنب معه، يذكروا دايما الله وبيشكروه على كل ما أعطاه، على النيل وعلى كل شيء في درب حياتهم إلا يتقصوله دايما عبارة نفسهم في منهم أعلى بدرجة بدأت يشكروا ربنا وبيكونوا فرحانين يعني حاملين صليب بالفرح. هذول الأشخاص كنا نعتبرهم واعيين، هذول الأشخاص كنا نعتبرهم عرفانين يعرفوا يعني يقولوا أنه المسيح يحمل الصليب، عرفوا يعني ربنا من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني، يعني أنت عندك طريقة واحدة لتتبع الرب يسوع المسيح، أن تحمل
عارفين فهم عارفين معنى وهم حاملين أطفالين من فرح. أهل شيء في عنا فرقة من البشر ممكن نحق بالجيشين ممكن كثيرين من الناس مما يظنون هؤلاء بتحط حاجة زمان من هذه الفرقة الأعلى اللي هي أنا أمر بطبيب ما وأطلب الآخر. يعني دائما أطلب المزيد من السنة عم عبر قديش أنا أريد فعلا أن أكثر مع المزيد يسوع المزيد. يعني اليوم عضاني طويل المرض بكره منكم طويل ثالث بكره بعد ساعة بكره منكم طويل ثالث وهكذا. وأنا بقوة ونعمة رب يسوع المسيح قادر أن أحكم كل هدول الطلبات بهدف أن أشترك مع المسيح يسوع في شركة آلاف. لم أطول عليكم كثير شكرا وقول الإدارة كلمة اللي كانت معي كتاب بستان الرزاق بيقول أحد الآباء الرزاق بستان وهي عبارة حلوة كثير إنه كلمة بتفضل بحياتنا تعطي لها تضيف معنى لحياتنا المسيحية لاتباع المسيح يسوع معنى. بيقول من يهرب من الضيقة يعني من الضيق يهرب من الله، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. طالما يكون الضيق دائما علامة نصر لحياتنا جميعا. Thank you.
Thank you.
الجبال